يسعد مساكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج قانون اللعبة على قناة الكويت الرياضية. اليوم حلقتنا فيها الدمج ما بين لعبتين والفرق فيما بينهم من خلال القوانين اللي راح يكونون حاضرة ويانا مع ضيفنا العزيز والحكم الخاص في هذه اللعبتين. كل هالتفاصيل راح نتعرف عليها، لكن بداية لازم نتعرف على ضيفنا من خلال البطاقة التعريفية. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام من بعد البطاقة التعريفية والحكم عبد الله الصراف، حياك الله كابتن عبد الله. الله يحييك ويسلمك، نورتنا طال عمرك. واليوم حلقتنا راح تكون خاصة، يمكن لأول مرة نقارن ما بين اللعبتين في حلقة واحدة، وهي خلينا نقول ما بين كرة القدم العشب وكرة القدم الصالات. نبي نتعرف على هذه القوانين من خلال وايد أمور وفي نقاط كثيرة بسولف عنها. بداية من خلينا نقول مساحات الملعب لكرة قدم العشب أو حتى الصالات. أول شيء في كرة القدم في المباريات الدولية، نعم، طول الملعب يجب أن لا يزيد عن 110 متر. حلو. عرض الملعب خط المرمى يجب أن لا يزيد عن 75 متر. تمام. أما في كرة الصالات في المباريات الرسمية الدولية يجب أن لا يزيد طول الملعب عن 42 متر. حلو. وعرض الملعب خط المرمى عن 25 متر. تمام، هذه أطوال الرسمية حق العشب وحق خلينا نقول الصالات. صحيح. بنروح إلى الفرق عفوا ما بين كرة الصالات وكرة القدم العشبية. قبل الكرات أيضا هي لها أوزانها لها أحجامها. أيه. الآن أيضا تغيرت سواء للصالات أو حتى القدم، فكلمنا عنها. صحيح. بالنسبة حق الفرق بين الكور، طبعا في فرق بين الأوزان وضغط الهواء بكل اختصار. حلو. كرة القدم مقاسها 5 وكرة الصالات مقاسها 4. 5-4، والله الفرق مو وايد. ايه بسيط، لكن ايه؟ الحجم نفسه في فرق؟ الحجم اصغر، صالات لا اصغر. لا اقصد الثقل عفوا الوزن. ايه بالصالات الضغط الهواء فيه يختلف عن القدم. حلو. تكون اثقل. اثقل. نعم. وبالعشب اخف، وكل ما تصير نسمع نشوف انه يخلونه اخف سهلة للاعب. صح. صعبة على حارس المرمى. صحيح. لزيادة عدد الأهداف. صحيح. هذا السبب الرئيسي. وكبر الحجم الملعب، فيعني الأخف أحسن حق كرة العشب. ممتاز. أروح إلى عدد اللاعبين الموجودين سواء في كرة القدم أول شيء العشب. كم واحد داخل الملعب وكم واحد في الاحتياط، وكذلك الصالات كم واحد داخل الملعب كم واحد في الاحتياط. طبعا في العشب كلنا ندري 11 لاعب زائد 12 لاعب احتياط كحد أقصى، ممكن يكون أقل. نعم. في المسابقات المحلية أو أي مسابقات، لكن كحد أقصى 12 لاعب. في كرة الصالات 5 لاعبين يعني معاهم حارس المرمى. حلو. زائد 9 لاعبين احتياط. ممتاز، هذا إيه عدد اللاعبين. صحيح. الرئيسيين داخل. وفي شغله السكور. اي في شغله. شنو هي؟ في كرة القدم يجب ان لا يقل عدد اللاعبين. إيه؟ حتى الحكم يستأنف اللعب. إيه؟ عن 7 لاعبين. اذا صاروا اقل من 7 الحكم يوقف المباراة، يلغي المباراة. يلغي المباراة، يحسب. إيه؟ الفريق الثاني فايز ولا يلغيها كلها وتعاد؟ يوقف المباراة، والمسابقات هم اللي يحددون النتيجة. يقررون النتيجة. إيه؟ اما في كرة الصالات. إيه؟ 3 لاعبين كحد أدنى. ممتاز. أقل من كذي الحكم يوقف المباراة. حلو. في نقطة وايد مهمة لكن بشوفها، هل القانون يطبقها ولا روح القانون عند الحكم أيضا هو اللي قادر يطبقها؟ الكرة، مسك الكرة عند حارس المرمى اللي نعرف كرة القدم العشبية. أيه. 6 ثواني. صحيح. زين، ولازم بعدين تشوتها أو تشيلها من إيدك. صح. أو تلعبها فيها باص. صح. هل هذا شيء مطبق ولا الأمر مفتوح في كرة القدم العشبية؟ القانون يذكر 6 ثواني. حلو. لكن دائما ما ننصح اخواننا الحكام انه لا تكون دقيق فيها، يعني بحبح شوي. حلو. 8 ثواني، 10 ثواني. تمام. بعدين احس الخطا على الحارس. إيه؟ نعم. خطا غير مباشر على الحارس. والصالات 4 ثواني. وبالقانون ولا هم بعد بحبحينها؟ لا ما في بحبحه بالصالات. 4 ثواني. 4 ثواني لازم تفتك منها. إيه؟ تنزلها سواء بريلك او. إيه؟ حتى تلعب فيها باص. صح. حلوين. هذا بخصوص خلينا نقول
عدد الثواني الموجودة لكل حارس مرمى بكل فريق، بالإضافة إلى الأسئلة اللي سألناها بعد تو الناس في وايد أسئلة يمكن الكثير يجهلها أمانة، فإحنا حريصين كل الحرص في برنامج قانون لعبة أن نسلط الضوء اليوم على الفرق ما بين قوانين كرة القدم العشبية وكرة القدم الصالات. نروح إلى التغريد ورادي. تعرف الرياضة بأنها الجهد البدني الذي يبذله الفرد، وتحكم كل نوع من أنواع الرياضة مجموعة من القوانين الخاصة بها والتي وضعت لتتحكم في سير هذه الرياضة وتنظيمها. فرياضة كرة القدم تختلف تماما عن كرة قدم الصالات من حيث شكل الملعب وحجمه، فكرة الصالات المغلقة عدد لاعبيها من 2 إلى 5، أما كرة القدم 11 لاعبا. وهناك العديد من القوانين المختلفة بين هاتين اللعبتين. رجعنا وياكم من بعد التقرير الخاص في هذه الحلقة مع الكابتن عبد الله صراف. عبد الله، بروح إلى التبديلات الخاصة في اللاعبين. هناك تبديلات الآن في هذه الفترة في كرة القدم العشبية، 5 تبديلات وصلوا. صحيح. عدد التبديلات ممكن مختلف في كرة الصالات. مفتوح. 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 حلو. كلمني عن عدد التبديلات وطريقة التبديل في كل لعبة. في كرة القدم لك 5 تبديلات. حلو. كحد أقصى. ممكن في مسابقات محلية أو ناشئين أو أي شيء. تمام. أتقللها كيفك. بس ما أزيد عن 5. حلو. كل فريق له 3 فترات خلال المباراة إنه يوقف اللعب. أيوة. يطلب من الحكم إنه يوقف اللعب لإجراء التبديلات. الخمسة. الخمسة. 5 أو أقل يعني واتبر يعني. إيه؟ بس المهم إيه؟ لك 3 توقفات. بالشوطين. بالشوطين. بين الشوطين كيفك. ما يحسب. ما يحسب. ممتاز. لكن ممتاز. لكن خلال شوطين المباراة لك 3. يعني ممكن الشوط الأول تبديل توقف أو توقفين عشان أبدل عدد من اللاعبين، والثاني، والثاني مرة واحدة، مرة أو مرتين. ايه؟ بالعكس. وبين الشوطين مفتوح. صحيح. على العكس خلينا نقول كرة الصالات مفتوح أي وقت وبدون إذن الحكم، والعدد مفتوح بالتبديلات. ايه؟ ايه نعم. في أي وقت وفي عدد أي عدد بس في مكان محدد يدش ويطلع من اللاعب. ايه حلو. المنطقة الفنية التبديل. والتبديل في كرة قدم العشب أتوقع الحين صار أيضا مفتوح العشب. ايه ايوه. اي مكان يطلع اللاعب يطلع بس يدش من صوب المنتصف الملعب. حلو. ايه؟ بعد ما يرفع حكم. ايه؟ الرابع. اما الخروج من اي مكان. وهو ليش هذا السبب سووه القرار انه تطلع من اي مكان بالملعب؟ لا ياخر اللعب. ما حلو. لا ياخر اللعب ويسرع اللاعب باخر الملعب على ما يجيك صوب منتصف الملعب ياخذ وقت. تمام. فيطلع ويدش اللاعب البديل. حلو. مده المباراه في كرة القدم العشبية ومدة المباراة في كرة قدم الصالات. في كرة العشب كلنا ندري 45، في 45 والراحة لا تزيد عن 15 دقيقة، ممكن تكون أقل إذا الفريقين يرغبون في ذلك، لكن كحد أقصى 15 دقيقة. تمام. وإذا انتهت المباراة والحكم حسب بلنتي. إيه؟ يجب أن يمدد الوقت. أيوة. لتنفيذ الركلة. يعني ما يدش في نطاق 90 دقيقة بس. إيه؟ انت لازم يمدد. تلعب الركلة. إيه؟ إيه؟ دام انه حسب بلنتي. أيوة. وانتهى الوقت لا يمدد الوقت. حلو. لإجراء. في حال تسجيل او تسديد خلينا نقول الركلة. إيه؟ يصفر مباشرة ولا في حال تسجيلها خلينا نقول داخل المرمى صد الحارس يلعب. إيه؟ صدها خلاص بس. بس تنتهي. إيه؟ سواء سجل طيب او صدها عارضة. إيه؟ انتهت. تنتهي على طول. إيه؟ مباشرة. اما في كرة الصالات. إيه؟ 20 دقيقة ملعوبة. حلو. اللعب يوقف لما الكرة تكون فاول او اوت. زين. 20 دقيقة ب 20 دقيقة ملعوبة والراحة بين الشوطين 15 دقيقة كحد اقصى، ممكن جميل. تكون اقل نفس العشب. وايضا تمدد في حالتين مو بس البلنتي، ايضا اذا في فاول مباشر الحكم يمدد الوقت. يمدد الوقت عشان تسدد هذا. أيه. حلو. الفرق يعني واضح ما بين كرة قدم الصالات. أيه. وكرة قدم العشبية. صحيح. المحببة إلى قلب عبد الله صراف أي لعبة؟ المحببة منذ الصغر العشبية، أما الحين لا الصالات. هذا تقل القلب. أيه. كلت القلب. لا لو بعد طالع من القلب. أيه. عاشق أنت. لا حلوة حلوة. وايد حلوة. شكرا عبد الله صراف على تواجدك اليوم يانا في هذه الحلقة، ولكن مني وللسادة المشاهدين راح تكون هناك حلقة ثانية، لأن صراحة الأسئلة كثيرة ما بين الفرق في كرة قدم الصالات وكرة القدم العشبية. شكرا لك. العفو. مثل ما وعدناكم أو أنا شخصيا وعدكم، فإن هناك حلقة ثانية مع الكابتن عبد الله صراف حول
الفرق ما بين كرة قدم الصالة وكرة قدم العشبية من خلال القوانين. تابعونا بإذن الله تعالى، نلقاكم على خير، فأمان الله.